مساء الخير حبيباتي، نتمنى كل واحدة راها تشاهد في هذا الفيديو تكون بخير وعلى ألف خير وألف صحة وعافية إن شاء الله. اليوم بغيت نحضر معاكم البغرير على طريقتي. هرنا في الحشية حاجة خفيفة سريعة توجد معك سانك سانك وتفرحي بها وليداتك، تفرحي بها ضيوفك وتفرحي بها أهلك، ممكن تروحي بها مثلا عند عزوجتك، تروحي بها لداركم، يعني أنها ما تديش اليد. وراكم تشوفوا مكوناتها بسيطة، راها حاضرة أمامكم على طاولة العمل، حاضرة أمامكم مكوناتها بسيطة. إذا نبدأ على بركة الله بلا ما أطيل عليكم. مقادير هي 3 كيسان سميد رطب. الكيسان أحيطكم علما أني عبرتهم بهذا باش يجو سوا سوا، غير بغيت ندير الالوان. بهذا الكاس عبرت يعني 3 كيسان سميد. عندك 3 كيسان ماء دافي. عندنا 2 خميرة كيميائية، حبة بيض، مغرف خمارة فورية، مغرف فرينة، زدت معها قرصة ملح، وهنايا عندي ايضا مغرف عسل. اذا السر راه في العسل. وليا نديرو المغرف سكر، نديرو مغرف عسل. العسل غادي يعطيها تحميرة وغادي يعطيها بنة احسن من السكر. هذه بتجربتي. خميرة الان تاكل فقط، تحطي المكونات عادي مع بعض. درت فقط مغرف، ندير هنايا كاس سميد رطب. اذا هنايا خلطتهم فقط باش الخمارة تبدا تتفاعل مع هذاك العسل، ومع ايضا الكاس تاع السميد وكاس تاع الماء. نزيد كاس اخر تاع السميد، نزيد كاس ماء طبعا. الان نضيف واحد الغرفة تاع الفرينة تاعنا، وهنا الملح، قرصة تاع الملح، وحبة تاع البيض هكا، ونزيد الكاس الاخر. نزيد هاد الساشيات تاعي، نقولكم سريعة سريعة في التحضير، النتيجة مضمونة 100% إن شاء الله بحول الله تعالى. ونبنى ما نحكيلكمش، روعة. تشوفوا النتيجة هايلة إن شاء الله بإذن الله. جربت شعال من نصها تاع الفرن، شعال من نصها وعجبتني هاد الوصفة. الآن راني ضفت له الخل، درت المكونين السحريين اللي غادي يزيدوه بنه
نجاح لهذه الوصفه. راح نشوفوا فيه كي راه داير صافي بدا يتفاعل. راه قلت لكم بلا خميره وحده بدا يتفاعل. الان غادي نسخن كما راكم تشوفوا في الخليط تاعي ونغطيه وغادي نسخن نسخن المقلة تاعي وتشوفوا في طريقة القلي تاعي طريقة عفوا طريقة الطهي تاعي.